السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما تشوفون يا شباب عندنا فليبر هاوس لعبة تنظيف المنازل. اوه عشان كبرت الصورة صارت رهيبة. اوكي عوفونا من هذه اللوحة مالتي. اليوم راح نشتري بيت فمتحمس. براوزر وكمية البيوت عندي 372,000. ما راح اشتري الصراحة بيوت غالية، مثلا اشتري بيت ب 400,000 واجازف. يا اخي منو قال اربح بيه؟ فمنو قال يعني اشتري بيت ب 400,000 مثلا، او هذا اشتري يا اخي 279,000؟ منو قال ما اشتري وبعدين ما اربح منه وتروح فلوسي؟ فما ارد اجازف فتشي يا اخي، يعني كلش غالي. راح هذا شبي ضايج من بيته، يقول البيت للبيع، اي احد يشتري يا ابوي انا اشتري جيبه. شوف هذا البيت اشتريناه ب 80,000. شوف شو حنخليه، حنخليه يا اخي بيت إذا ما بعناه فوق 120,000 الصراحة تبرها خسارة. إذا ما بعناه فوق 120,000، لأنه مثل ما تشوفون إذا باع مثل ما تشوفون هنا اشتريناه ب 87,000. إذا ما بعناه ب 120,000 ما اعتبره ربح. تعال جيب هذه البيتزا المال أمها داعي، وهالمشروبات لازم نشيلها. أوكي حاليا نضيفة. وشنو هاي؟ بعدنا ما طابين البيت يا رجل، أصبر جيب ال يا معود. شنو هاي الكتابات اللي جاها عصابات هنا؟ انا جاي عرفت. اي يا مان ليتس جو. وخلين رسمات مؤخر الزبل. اما او ماي جاد، هاي شنو هاي الزبل رجل؟ بيتزا انت، شنو هاي حياتك بيتزا يا طيب؟ ما عندك غير اكله؟ انا صراحه انا يعني هواي اكل بيتزا يا اخي، بس مو هيك تشمرها تخلفت. اوه هذا شنو هذا؟ كاتشب لو دم. اه والله هذا اوه حتى هنا كتابات. هذا راعي البيت شكله مخبط، عرفتوا اللي نوع يكتب بس يجي، بس مو بيته يعني كمان، حتى ماكو بالحياة واحد يكتب ببيته. والله بيبي شنو هاي القنفة الوسخة؟ ما ادري بيعها لا، ما ادري يا اخي، احسها يا اخي تعبانة. يعني تخيل واحد يجي ينام هنا حلو هنا وينبطح قبل ونضرب بهاي القنفة الثانية شيء. وهذه بشيلها. المطبخ ما يحتاج، لا المطبخ انا اقول لكم شوفوا يحتاج له، نضيف له. خل نوخر هذه. الهول حلو، هاي الاضواء احسها تعبانة. اوكي فنجيب غيرها ستور وين 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 اللامبس. اوكي نجيب شيء يكون حلو، واريده انا ندل شوف وحده ضوي كلش قوي، بس ما ادري نخليها اللي هي هاي ضوي فول، بس ما راح نخليها لان ما تستاهل نخليها بالهول. تخيل صبروا شغلها. اوه والله هاي هم قويه، هم قويه بس مو اقوى من ذيك، بس خليها حلوه وهول مضوي مو مثل اللي قبل. اوه نسينا ننظف هاي الجهه. اوه والله طلع برتقالي، والله يا غبنتي غبناه طلع برتقالي يا ابوي. بيعه شنو برتقالي؟ بس خلي الثلاجة اللي هو الثلاجة. شباب راح نغير الارضية اللي هي مال بيت كلها، ما ادري قررت كلها لان تعبانة يا اخمدة اصلا، حتى ما موجودة بالسوق اللي هو الخالها ما موجودة بالسوق. فا اوكي المغسلة راح تجي هنا على الحافة شوية، لو لا على الحافة كلش حتى تكون القياس مضبوط. هي شغلة ثانية يحتاج لنا اللي هي هذني العاديات توقع لا نحتاج ايه هذا اللون باي طباخ. والله ما حسبت لحساب الطباخ، فلازم نشيل هاي. او لا تدرون هذا الطباخ تحسه معقد حلو، فشيل امه وشيل هذي. نحتاج شغلة اللي هي بالالكترونيات اتوقع، يب هذه الالكترونيات نحتاج هذا الطباخ. او باي وان هلا ابوي هذا الطباخ لو بلا شاهي بعد هنا انا اطبخ يشتغل، راح يشتغل حرامات. وهنا انا اغسل الماعين، هاي ما اتوقع لها فائده. او شغل صار شويه اظلم المكان. فبهاي الحاله نوازن هاي حلو، خليها هنا. اوكي صارت حاليا لو تلاحظون الاضاءة متوازنة بالغرفة، لا هي قوية ولا هي ضعيفة. اوكي نجيب على السريع اللي هي الشغلات اللي لازم نجيبها، تلفزيون وطبلة. فاول شي مطرحنا قريبين من يعمل الكترونيك. اوكي نخليه شغله. واو 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 نخلي القنفات
وهذه ما ادري اغيرها لو لا. لا ما اريد اخسر فلوس حقيقه، حجيب حتى اذا درهم على لونها حتى يا ابوي تتلزق، لان ما اريد اصرف كل فلوسي على بيت واحد وبالاخير اصلا ما يشتروه. اوكي راح نجيب هذه بس غير لون اكيد، يعني اكيد مو برتقالي، مو نجيب هذا الوقت. اوه كبيره نايس، يعني يا اخي اذا هنا اوكي. بس هاي شنو، هنا راح نواجه المشكله هاي يا طويل العمر، راح نبيعها ولو انا كلش احبها، فما ادري نخليها يمكن بغرفتي. اوكي فشباب راح نجيب اللي هو البار، اتوقع بار تشير المفروض يطلع لنا هذا، شوفوا هل يركب او لا، حيكون لونه اسود يعني صراحه ما كل بيت كله ابيض. اتوقع شوفوا يعني احنا ما نقدر نضيفه لا عادي كلش، فباي الحاله راح نضيف اللي هو الكرسي العادي مال المطبخ. هذا الكرسي ما بي الوان، والله جيبه هذا زين يا اخي، تحس الماتيريال مالته زين يا اخي، مو تعبان الماده المصنوع منها. اوكي شباب كمل المطبخ وكملت الصاله تقريبا، لا دقيقه بقت لها شيء الصاله اللي هي لازم نجيب لها يا اخي وينها هنا أنا. اوكي لازم نجيب لها شويه ناصيه، طبله ناصيه تكون خاصه مال التلفزيونات هي دائما. والله يا شباب هو ماكو يعني تقريبا هي احسن شيء هاي، والله صغير هاي شوفوا اذا صغيره، اي أيوة والله هاي صغيره بس شويه اللون عندنا مشكله بيه. حلو والله جيبه مو مشكله. اوكي خليه جوا التلفزيون شكله رهيب حقيقة، يعني اللي يشوف شكله رهيب خلي يقول لنا بالكومنتات. المكان مو هوسة، انا احسه يا اخي نظيف تحسه كلين مو هيك هوسة، وحتى حتى المطبخ وهنا هو تحسه المكان مو هوسة. اوه باع المكان هنا وسخ يا ابوي، نظف 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 على السريع. اوه لا تقول لي الحمام هي جاهز دقيقة، اتوقع بموضوع الرادياتر. اوه حتى الرادياتر اللي ما يتعب هذا، اوه بالغلط هنا أنا هذا يا اخي احب الرادياتر، لا ياخذ مساحة ولا يضوج، هو عادي يخلوه بالحمامات. اوكي خليه نشد هاي نشد هاي، ما بي اي خلل، كملناه وضبطنا. هذه غاثتني اخضر وابيض منه، يعني شنو كان يصمم يعني احد قال له انه الاخضر والابيض ايش حلو، حاب اقول لك العب النفس. اصبروا نجيب اللي هو الوايت، حلو وايت. اوكي هذا بالسؤال حلو، ليش اكو هذه واكو هذه واثنيناتهم يشغلون بس هذه، يعني والله شوفوا الصراحه خلاها شوية متخلف. احنا راح نخلي يا اخي هذي حلوة، وليش دا اجيب اثنين، يعني هي وحدة وتكون هنا وتطفي وتشغل. اوه كملنا صراحة رهيب. اوه هاي البدروم، طيب تخيل اذا يعني اذا جو خطار شنو يقعدون هنا الخطار، حلو وهنا التنايم، هاي اقعد. البيت شوية تصميمه غريب، يعني هو من أصل البيت تصميمه غريب بصراحة، لو عندي وقت أو يعني برا التسجيل يمكن هذا البيت لو أقدر أرجع أشتريه مرة ثانية، والله يا شباب هيك أفلشه كله فلشة وأرجع بناءه من جديد. لا شربايع أخلي نبيعها لأن صراحة خايسة أعتبرها. أوكي هذا الصراحة ليش أحبه، هذا تقدر بيه مساحة تخلي بيه أغراضك، ويعني يعني احس يا اخي عملي، حتى لو مو حلو اكو ناس يعتبروا بس اقدر اقول لك عملي حلو، بس مو كله ابيض نخليه. حلو اتوقع هيك حلو، ها هي هو كبير يا اخي، صح هو كبير بس باع المساحة هاي، لو ينفتح يخلوه بالتحديث الجديد شوف مساحة يفتح لك تخلي بيه غراضك، تقدر هدوم قاعد يغنيك عن الكنتور يعني احيانا. سويتش اكو مال الكهرباء يفتح ويسد، اوه هنا اكو هذه اللي هي كنتور نايس، يعني بس ينقصنا هنا فتشين خليه، بس اول شي خلينا نجيب سويتش مال الكهرباء، سويتش هذا هو الحديث حلو، ونخلي اللي هي يا اخي هنا خليه. اوكي
باعه. أوه اللايت يعتبر هذا، بس خلي بمكان مناسب. أوكي وضعت زينة تعتبر، والغرفة مالتها اللون حلو، كلها حلو مو وسخة صراحة. البيت يعني ما أكو أشياء ما يحتاج تتعب عليها بيه. الشيء الثاني اللي لازم نسويه، ما أدراني محتار يعني، هل أخلي هنا سيتاب بس خلي نشيك باقي البيت، هاي متحمس اشتغلت يمكن حتى متشيك باقي البيت، هاي هم لازم نمسحهن. هل أخلي هنا سيتاب والميز والبي سي والحاسبة وشي شغلات بسيطة، يا أما أكو غرفة ثانية صراحة يعني. أو هذا طلعك كم بابك يطلعك على الشارع؟ أوه هذا بيسمنت، خل ما نظفناه حتى وبعدين ننظفه. ما أدري هذا شو نخلي البيسمنت، خليه يمكن مكان دقيقة، هذا الحمام وهاي طلعنا برا قلنا، وهذا المطبخ. أول عد ذاك الجو يا أخي يمكن يعني راح أخليه استثمر إنه مكان ستورج أو مكان تخزين، بس هنا أنا راح أخليه توقع مالت الحاسبة. وهذه اللي هي هذه طبعا شلتها اللي هي الدفاية، وراح أشيل هذا خلي مكانه بس هنا أنا مو مؤقت، هذا حيكون مكانه. ونشتري الراديتور انستليشن، ما راح نحتاجه صح، صرفنا شوية والله مو شوية هاي بيني وبينكم، بس يعني أحسن لأن راح تفيدنا. شلون راح أقول لكم شلون راح تفيدنا، بس خلني شكل هذا على السريع، صارت عندي خبرة. هنا شوفوا هذا كان هنا، فجت ما أقدر أخلي هنا أنا الحاسبة وغراضة، أو مو حاسبة يعني مش عطوة ميز هنا، لأن كانت هذه هنا المدفع خاصة ضايق يمكن حتى من يقعد تعطي حرارة، فصارت هنا هذا المكان اللي هو أصلا ما كنا نقدر نستخدمه، هنا الباب وهنا يا أخي مساحة قصيرة، فأحسن مكان هذه الدفاية هنا. وصدقون شباب فكرت فكرة، قلت يا أخي اللي يشتري البيت يا أخي كل ما نزيد أشياء أتوقع يغلى السعر، مستحيل يعني ما يغلى السعر من تخلي أشياء يعني، لأن ما أدري هيك أنا أحس. فإذا ضبنا هاي الحاسبة اللي بتسعمية حلو وخليناها هنانة، راح يا أخي نعطيهم سعر خيالي، ما مفروض يعني مفروض. هلا بوي هيك يكون رهيب رهيب كلش رهيب. ونجيب له تدرون شنو الديكوريشن اللي هي دقيقة وينها، هذه نجيب له هذه، يا رب تطلع صغيرة، كل شي باللعبة كبير مضخم، تقول لك عمالقة اللي يلعبون. حلو هنا الموضوع صار فوق الرهيب، والضوء مناسب صراحة يا شباب، ما أدري إذا يحتاج لبعض البيت، لأن صراحة ها هي يا أخي صار من أفضل البيوت. خلاص عندك هول هنا مطبخ، وعندك هنا تلفزيون كذا مكتب وسرير، ما يصلح الشخصين هذا البيت أنا أقول لكم. وعندكم هنا الممر حلو، وعندك هنا الحمام، وهنا البيسمنت، البيسمنت مثل ما رويتكم إياه آخر شيء، مغني وأشياء وسلاح ومال كتب، فأتوقع كافي ووافي، والبيت صغير وحلو، فأتمنى نبيعه بأعلى سعر ممكن. أوكي شباب راح نعرضه حاليا للبيت ونشوف. يا أخي قاعد تشتغل بي 41 دقيقة، فبسم الله. أوكي هذا بيش يشتري كل شنو هذا المطبخ شنو أخوي اللي يسوون بأكل. There is no big family room، صحيح ماكو مال عائلة كبيرة أنا قلتها. هذا يقول شوية أكو أماكن فارغة، الهول يعني ما أدري شان نظيف وحلو، ما كان يحتاج مليب أشياء فارغة. بس هذا تصميم البيت، أنا قلت لكم لو عندي وقت أبلش أبوج من البداية النهاية وأرجع له من جديد. 144,000 نقدر نبيعه ب 144,000، اشترينا ب 87,000. اتوقع والله شوف شباب راح نناقشه حتى شنو نزيد يعني نزيد 36,000، لا 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 نزيد 10,000 حلو. او يقول لي حاخذه، نايس والله شباب راح ياخذه كفو. زيدت 10,000 يا اخي، قلت يمكن ما ياخذه، تخيلوا زيدت 10,000 دولار، مفروض يقول ها ما اريد نزل شوية قبل اخذه، بين بيت حلو بس هو حب يطلع عذاب. 436,000 ترى الرقم رهيب يعني، ما ادري يا اخي ما ادري شو اقول لكم يعني، هاي ختمنا ام اللعبه. اوكي بالحلقه ان شاء الله ان شاء الله بالحلقه الجايه، انا ايش عندي مخطط حتى اقول لكم يعني، اذا وصلت الحلقه يعني
مشاهدات حلوة، لايكات حلوة، ان شاء الله نشتري هذا اغلبية باللعبة. هذا وينه؟ هذا البيت هو اغلبية باللعبة، ممكن تشوفه ب 407 ألف. راح نشتري طابقين، بيت كبير يكلفك مئات الحلقات عطيك مال يمكن. وبس يا شباب، هذا كان كل مقطع. لا تنسون اللايك والفيفورت والسبسكرايب. كان معكم زاكتر، فمان الله.